السلام عليكم. بلينكن بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربتها النووية السابعة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. حذر مسؤول الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن من أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية جديدة. وقال بلينكن في مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة: بينما نلتقي بكم هنا تستعد بيونغ يانغ لإجراء تجربتها النووية السابعة. وفي نهاية شهر يونيو أشارت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية مرة أخرى إلى أن جمهورية كوريا الشمالية الديمقراطية الشعبية قد استكملت إلى حد ما إعداد البنية التحتية لتجربة نووية، لكنها لم تستطع تحديد وقت التقريب لها. وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في خطاب ألقاه في الاحتفال بالذكرى السنوية للهدنة في الحرب الكورية: إن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مستعدة في أي وقت لتعبئة قوات الردع النووي بسرعة وبدقة، وإذا قررت سيول شن ضربات استباقية على كوريا الديمقراطية سيتم تدمير حكومتها وجيشها وقطاع الطرق. المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.